لنا قطاعات الحمد لله يعني مو بسيطين. لعل ايضا المحافظه لا لا دائما تكون ولاده غير المدن الكبيره تضيع فيها العلوم والمدن. الشباب الخارج صنعوا من اللا شيء شيء. احسنت. وترى دائما المحفزات اللي حولك لها دور في 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 الطموح في ارتفاع الشغف عندك في والذكر بالذكر الخرج وطاريها بلا شك. يعني ارتبط اسم الخرج بصاحب اسمه الملك الامير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز رحمه الله عليه توفى الله يرحمه. والله احسنت. ندعي له بالرحمه. الله يرحمه. كان قريب من يعني انا جلست في مجلسه مع ابنائه شاهدت فيه كيمياء بين اهل الخرج والامير عبد الرحمن وابنائه في محبه فيه. ترى هذه ايضا من ضمن المحفزات. قيادتنا قريبه من كل خير. فالخرج اقول لك هي خليط من بعض القبائل هنا وهنا، لربما في قبيله معينه هي المتواجده حتى لو كان الوطن هو القبيله الام، لكن الخرج بالطاري انا امس فيها يعني. امس القريب ولي 10 سنين ما جيتها، جيت ما لقيت محافظه، لقيت مدينه تغيرت كليا. مدينه والله مدينه في دوائرها الحكوميه، هيئاتها، الطرق، الترصيف، محلات، الحدائق، المولات. واو. في 10 سنوات انا كانت اخر زياره قبل 10 سنوات ايضا في عم اللي الله يرحمه توفى في جاء لحادث الخرج، ودفناه وجينا راجعوا لعجينا الخرج. بس امس الحاجه اللي ما تغيرت برج الخرج. اي صح. الاشهب هذا اللي عجبني. انا اسميه الاشهب. ما هو الهويه هنا. وهو الحقيقه معلم. معلم زي برج البيكان في الطائف. احسنت. اي نعم. احسنت. عسى بس يبطي برج البيكان. ها؟ لانه اصبح الان قديم فعلا. لا قريب. برج البيكان قديم يعني ما هو بس بالتسارع هذا في الانشاءات. الطائف اذا بترجع انا ليش؟ لاني من اهل الدار اللي انت خابرها الطائف بالحيل. فالطائف فيها نقاط مهمه يعني قصر شبرا لحالها. صحيح. معلم. صحيح. معلم كثيره عندنا في مناطق المملكه معالم راح تستمر والدوله متجهه ايضا الان الى تطويرها واستثمارها. بالضبط. شوف المساجد القديمه الان. ايه؟ ولي العهد في موضوع تطويرها ايضا. ترى هذا له علاقه يمكن لاحظته في الصحافه وفي الاعلام اليومين الماضيه في حرص القيادة على التمسك بالهوية والثقافة. صحيح. أعطيك معلومة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع جميل الآن تقوم بعمل جبار ولا راح يخطر على أي إعلام راح يجيك في الطريق. ما تشاهده عبر شاشات التطبيقات من غير ما أجيب أسماءها إكراما للواقع والمهازل التي تحصل. الله يبيض وجهك. هناك من لبس عباءة السعودي وما هو سعودي وهناك يعني غير منزهين، لكن غاب الرطيب فيها فيعتقدون أن الحبل على الغارب. صحيح. الأيام القادمة هذه واليومين اللي راحت ترى جاء أخبار في كذا شخصية بس جاي شيء راح تفتح جوالك وانت محضر مثل برنامجك الآن حقين التيك توك والغيره يفتح جواله من غير محضر سواك. لا لا باللي يشوفونه ما راح يفتح جواله كان سناب ولا غيره الا هو مسوي اعداد ويعرف ايش بيقول. والله هذه بشائر. اي ترى يعني الموضوع اعتقد لولا الانظمه راح يروح لاتجاه اخر. صحيح. صحيح. ونحن متفائلين وكلامك